السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف صحة وخير، ومعاكم ايمان سعيد. النهاردة هنعمل وجبة للغدا، انما ايه، حاجة كده من الاخر. هنعمل طريقة حلوة قوي وسهلة قوي لأجنحة الدجاج او أجنحة الفراخ. طريقة سهلة وبسيطة كمان اقتصادية، يعني اللي ما بيقدرش يشتري مثلا فرخة كاملة فبيقدر يمشي يومه او يمشي وجبة الغدا معاه بوجبة أجنحة او بكيلو أجنحة، فبتبقى حاجة كويسة جدا لو عملتيها وعملتي جنبيها شوية رز أبيض. تعالوا نعرف الطريقة والمقادير، نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، نسمي الله ونبدأ الفيديو. المقادير معايا هنا دي أجنحة فراخ، جبتها وغسلتها وشلت منها اللي بيبقى الضفر اللي بيبقى هنا كده واللي بيبقى كمان هنا كده، بشيلهم الاتنين وبغسلها كويس جدا بالليمون وبشطفها وبصفيها وبتبقى معايا كده جاهزة. معايا هنا بطاطسيتين متوسطين قطعتهم السمك ده، معايا هنا بصل بودر وفلفل اسود، كمان معانا فلفل احمر شرايح، بصل شرايح بالشكل ده، والملح. انا مش هستخدم اي توابل تانية غير اللي معايا دي، هما بس الفلفل الاسود والبصل البودر بس. هحط الاجنحة هنا علشان اقدر اتبلها كويس. انا ايدي كمان غسلها كويس عشان انا عارفه الناس اللي هتعلق على ايدي والجوانتي بتوع كل مره، ومع ذلك بيتفرجوا برضو، يعني الحمد لله. كويس، مستمرين. هضيف بقى الملح، الملح بقى بيبقى حسب الرغبه. انا هضيف بقى شوية كويسين كده علشان خاطر دول 2 كيلو. تمام، انا هدعكهم دلوقتي في بعض ما تستغربوش. هضيف كمان شوية من الفلفل الاسود حوالي كده، يعني نص معلقة صغيرة، وكمان نص معلقة من البصل البودر او البصل البودر. هدعكهم بقى كويس جدا، لو تدعكيهم بقى بايدك بيكون افضل، يعني انا هنا مضطره لكن انت بقى اعمليهم بايدك. وزعي فيهم الملح والبصل والفلفل الاسود، ما تحطيش اي بهارات تانية. لو حابه يكون فيها صوص او صلصه ضيفي معلقتين من معجون الطماطم اللي هي الصلصه، احنا بنقول عليها في مصر صلصه، علشان لما بنزل وبقول حطي معلقتين صلصه محدش فاهم يعني ايه صلصه من الدول التانية، فهي الصلصة هي معجون الطماطم. هقلب كويس جدا كده. كده تبلتها كويس، هغطيها واحطها بقى في التلاجة بتتبلتها كده لمدة حوالي ساعتين. تقدر تستخدميها في ساعتها بس الافضل ان انت تسيبيها ساعتين كده، بتشرب من الفلفل الاسود كده والبصل وبتبقى طعمها وريحتها في منتهى الجمال. هبدأ بقى دلوقتي احضر الصينية واتبل الخضار. ادي البطاطسيتين، مش عايزة بطاطس كتير، حابة تضيفي جزر ضيفي. ادي كمان الفلفل، ادي اسف البصل، مش هضيف الفلفل دلوقتي. هدي بقى رشة من الملح، رشة بسيطة عشان احنا مدين الفراخ ملح او الاجنحة ملح. هقلبهم بقى، نقلبهم كده يعني ايه كويس. هضيف برضو بقيت البصل وبقيت البصل والفلفل الاسود، اقلب بقى كده. انا مش عايزه خضار كتير، انا اللي يهمني الاجنحه والصوص اللي هيجي منها. بالنسبه للناس اللي هتقول ان الاجنحه الفراخ بتتحقن فيها، دي فكره غلط خالص ومعلومه غلط خالص. الفراخ بتتحقن في الافخاد، في الوراك، يعني انتوا هتستغربوا من المعلومه دي بس اعملوا عنها سيرش هتلاقوا كلامي صحيح 1000000%. وبعدين اجنحه الدجاج احنا كلنا بناكلها في كنتاكي، وبناكلها أجنحة دجاج بصوص البافلو، يعني ليها كذا طريقة وبناكلها. علشان أنا كنت عاملة قبل كده فيديو بطريقة حلوة برضو لأجنحة الفراخ، ففي ناس انتقدت كتير جدا. هبدأ بقى أرص الفلفل ده كده، يعني رصة كويسة، هو كده كده هيتدارى بس أنا بحب أرصه كده تبقى الصينية كلها واخدة الطعم والريحة.
هسيبها هي كمان بقى في التلاجة برضو لحد ما الأجنحة كده تشرب من التتبيلة بتاعتها، برضو لمدة ساعة أو ساعتين. بعد كده هنرجع نكمل الخطوات. بعد مرور حوالي ساعة ونص كده أو ساعتين، يعني حوالي ساعة ونص، هبدأ أرص الأجنحة هنا في الصينية. احنا نحاول كده بقى نرص ايه رصة كويسة كده بشكل حلو. ده كده شكلها بعد ما رصيت الصينية اتملت ما شاء الله، شايفين يعني رصيها رصة حلوة كده تخطف العين. هاخد بقى جناح كبير كده شوية وهحاول اكتفه كده، يعني ادخل دي جوه كده عشان اقدر احطه هنا في النص. حطيت هنا برضو واحدة فلفل كده في الوسط، شايفين شكلها حلوة قد ايه، حلوة جدا. هغطيها بقى. تقدري تحطيها في صينية يكون حرفها اعلى من كده لو انت خايفة ان الصوص بتاعها يكتر ويبهدل الدنيا معاكي على البوتاجاز، فتقدري تحطيها في صينية حرفها عالي. انا هغطيها، هحط ورقة زبدة وبعدين هحط ورقة الفويل. قبل ما اغطي بالورق الزبدة هديله بس يعني دهنة كده بسيطة بنقطة زيت علشان خاطر ما يلزقش معايا في الفراخ، علشان هنا زي ما قلنا الصينية حرفها مش عالي. الزيت ده يبقى ملامس للفراخ. كده اهو. بعد كده هغطي بورق فويل الناحية اللي بتلمع لتحت. هذا ما اقولها كل فيديو مش هزهق. علشان الناس برضو اللي بتقول غلط الناحية اللي بتلمع فوق، وفكروني اعمل لكم الفيديو ان شاء الله هعمله قريب جدا وهقول ازاي تستخدموه صح. الناحية اللي مطفية دي ليها استخدام، والناحية اللي بتلمع دي ليها استخدام تاني خالص. تمام، هغطيها كويس بقى علشان ما تطلعش معانا اي بخار، وان شاء الله هطلع بس مباشر من على الصفحة وهقول لكم ورق الفويل ده ازاي تستخدموه وليه بستخدم انا الناحية اللي بتلمع هي اللي تحت او هي اللي مواجهة للاكل. انتظروا بقى ان شاء الله البث هعمله لكم باذن الله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هرفعها على نار هادية، على النار مش في الفرن، على نار هادية خالص. لمدة قد ايه؟ لمدة اقل من نص ساعة، يعني حوالي 25 دقيقة او 20 دقيقة، وهي على النار من فوق. بعد كده هنشوف هنعمل معاها ايه. ده كده شكلها بعد حوالي 25 دقيقة، يعني مكملتش معايا نص ساعة. هبدأ بقى بسم الله اشيل ورق الزبدة، ورق الفويل، هي لازقة في ورق الفويل يعني الحمد لله. شايفين استوت كويس اوي ازاي ما شاء الله، يعني هي زي ما بنقولها كده بالبلدي سلخت منها فيها. شايفين حلوة قد ايه، الصوص بتاعها نازل تحت ازاي. زي ما قلت عايزاها تكون حمرة، ضيفي معلقة صلصة، انا بحبها كده بتبقى خفيفة. هدخلها بقى دلوقتي تحت الشواية تاخد لون معانا. ده بقى شكلها بعد ما خرجت من تحت الشواية، شايفين حلوة قد ايه، مقولكوش ريحتها تفتح النفس. الصوص ده بقى حاجة كده في منتهى الجمال. استنى بقى تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه. تقدري كمان تعملي فحمية كده وتطفيها وتغطيها، تدي ريحة وطعم في منتهى الجمال. حلوة قد ايه. اعملي جنبها شوية رز ابيض بتبقى زي الفل كده معاه، وسلطة الطحينة تبقى حلوة جدا. ده بقى كان فيديو النهاردة معاكو، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكو. تنسوش لايك وشير واشتراك في قناتنا على اليوتيوب. كان معاكم إيمان سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.